ما تشاهده الآن مقطع فيديو لما فعلته المدفعية الروسية بمدينة أفدييفكا الشرقية قبل أن يتقهقر وينسحب منها جيش أوكرانيا. وإذا كانت هذه المدفعية الروسية المتطورة كانت تسمى ذات العيون كونها ترى أهدافها بدقة وتدمرها بقذائف عن بعد، لكن بعدما خرج من فيديوهات من أفدييفكا فإن اسمها بات المدفعية المجنونة. فيما يبقى الخبر الأهم في كل هذا، الضربة والانتكاسة الموجعة لأوكرانيا بعد فشل هجومها المضاد وانسحابها من آخر معاقلها في أفدييفكا قرب دونيتسك. ورغم أن زيلينسكي وجنراله الجديد قائد جيوشه ألكسندر سيرسكي برر الانسحاب بالحفاظ على حياة جنود أوكرانيا، تبقى الحقيقة أن هذا بات الانتصار الأكبر لبوتين منذ شهور.